شكرا لك سيد عبد الفتاح عباس عضو القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وشكرا موصول للسيد خالد الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، وللدكتورة أماني طويل مديرة البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام، وللسيد محمد الأصبان المتحدث أو المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين. وفي الختام تقبلوا تحية فريق العمل لها الجمل وصابر لها الأمير ونرمين الذهبي. إلى اللقاء. المتحدة الأمريكية متابعة البث الإذاعي بي بي سي عربي للدخول إلى موقعنا على الإنترنت، كما يمكنكم متابعة نشرتنا ونشراتنا الإخبارية للاتصال بخدمة على رقم